يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التبرع بأعضاء الحي أو بأعضاء الميت؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز أن نأخذ ثمنا عن ذلك؟ الميت لا، هذا مثلى ولا تجوز المثلى تقطيع أعضاء الميت. أما الحي إذا كان رشيدا ولا يضره العضو هذا تبرع به ولا يضره وينفع المتبرع له فلا مانع، قد صدر بهذا قرار من هيئة التبرع إذا كان المتبرع حيا جائز التصرف وكان لا يضره هذا العضو وهو ينفع المتبرع له فلا مانع من ذلك. نعم.